كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين بدعوة من جلالة الملك المعظم. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأصحاب السمو والمعالي والسعادة. ثم صافح ضيف البلاد الكريم كبار المسؤولين من الجانب البحريني، كما صافح جلالة الملك المعظم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة سلطان عمان المعظم. بعدها توجه موكب حضرة صاحب الجلالة وجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى قصر الصخير ترافقهما كوكبة من الخيالة، وحيت مجموعة من طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم ضيف البلاد الكريمة، فيما قدمت الفرق الشعبية البحرينية عروضها الفنية ابتهاجا بمقدم ضيف البلاد الكريمة. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ويرافق صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة في زيارته لمملكة البحرين وفد رسمي يضم كل منا. صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني. We'll be right back.
كما يرافق صاحب الجلالة سلطان عمان معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السيد سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية، وسعادة السفير فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين. عقب ذلك جرت لجلالة سلطان عمان المعظم مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت الفرقة الموسيقية السلامين السلطاني العماني والملكي البحريني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم ضيف البلاد الكريمة. السلام السلطاني العماني، السلام الملكي البحريني، سلام. Thank you.
بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات في قصر الصخير هذا اليوم مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفدين. وجرى خلالها استعراض أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والخطوات التي تسهم في تعزيزها وتنميتها على الصعد كافة، إلى جانب بحث المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ورحب جلالة الملك المعظم في بداية الجلسة بجلالة سلطان عمان المعظم ضيفا عزيزا في بلده مملكة البحرين، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين وشعبها بهذه الزيارة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات البحرينية العمانية وتميزها. فيما أعرب ضيف البلاد الكريم عن الشكر والتقدير لعاهل البلاد المعظم على ما حظي به من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والوفادة، واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك، وأكد الحرص المتواصل على تعميق وتنمية هذه العلاقات العريقة والدفع بها بأطر التعاون وتطوير آليات التنسيق المشترك في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين وتخدم تطلعات شعبيهما الشقيقين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالجهود الخيرة لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في ترسيخ أواصر علاقات البلدين الشقيقين وبمسيرة النهضة الشاملة وبالإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها سلطنة عمان بقيادة جلالته وبدورها الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك. هذا وقد أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه بأخيه جلالة الملك المعظم، متمنيا للمملكة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار. بعد ذلك شهد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وأخوه صاحب الجلالة سلطان عمان المعظم مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، وهي على النحو التالي: اتفاقية التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في المجال الأمني، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في عدة مجالات ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية بين البلدين. وقد وقعها من الجانب البحريني معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، بينما وقعها من الجانب العماني معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال النقل البحري وحرية الملاحة البحرية والمساهمة في تطوير النقل البحري بين الطرفين. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بينما وقعها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. اتفاقية تعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وجامعة السلطان قابوس بشأن التعاون في مجال الدراسات والبحوث، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم التعاون في مجالات الدراسات والبحوث من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتنسيق بين المركزين في تنظيم المؤتمرات والندوات. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، بينما وقعها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. اتفاقية تأسيس شركة بحرينية عمانية للاستثمار القابضة، وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة قابضة مشتركة بين البلدين في المجالات الاستثمارية. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بينما وقعها من الجانب العماني سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
منح سلطنة عمان حق السيادة على المعلومات معلومات المشتركين التابعين لها، وتهدف إلى تطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين للمستفيدين، وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقعها من الجانب العماني سعادة السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. منح سلطنة عمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، وتهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبما يسمح للشركات بسلطنة عمان الحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددا من الامتيازات. وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، بينما وقعها من الجانب العماني سعادة السيد بدر بن حمود بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وقد بارك جلالة الملك المعظم وجلالة سلطان عمان التوقيع على هذه الاتفاقيات، والتي ستسهم في تنمية مسارات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين.